يمكننا أن نعرفه من خلالها. وإذا كانت مداخلات الزملاء قد بنيت على المفاهيم، مفهوم اليقين، مفهوم المعجم أيضا تحدث عنه الكتاب، فإنني أيضا بدوري أختار مفهوما واحدا سأحاول من خلاله أن أبرر أو نعرف بهذا الديوان. والحقيقة أن محاولتي هي تفسير لأسرار هذا النص الجميل الذي قرأته بيسر وأعدت قراءته مرة أخرى، وهذا في حد ذاته يعطي للنص قوة. عملت مداخلتي ببلاغة الريح في ديوان بعد آخر لفاطمة المريش. فإذا كان الشعر شعور فإن للشعور لغة أيضا، وفي هذه اللغة يكمن الإبداع. وإذا كنا نفهم من الإبداع أنه إنتاج نص على غير مثال سابق، فإننا بالضرورة يجب أن نحرر الإبداع من قيود القواعد الجاهزة. سأتوقف إذن عند صورة الريح، بما هي عنصر مركزي في تأثيث عالم الشاعرة الحسي والوهمي. تتقلب مشاعر الذات ورؤيتها للعالم، فتتغير أسماء الأشياء ودلالاتها ووظائفها، وكل ذلك تصوغه المبدعة في قالب تعبيري ساحر يجنح في كثير من الأحيان إلى اللغة الصوفية التي تدل على مستوى غائر من الوعي وصفاء الرؤية. كيف تتقلب دلالات الريح في هذا الديوان؟ تقتضي القصيدة الجديدة نوعا من التكثيف عبر اختصار الدلالات الكثيرة في مساحات تعبيرية قليلة، وهو ما يفتح مجالات ممتدة للتأمل والتأويل. وقد جعلت الشاعرة ديوانها مسيجا بإطار عاطفي معين يمكن للقارئ أن يسبح داخله ويملأ فراغات مزروعة قصدا بين السطور، فهي تعول على مشاركة القارئ في بناء صورة شاملة لمعاني النص الشعري، بل هي تبعث صورا متباعدة الأطراف وتعول على مساهمة القارئ الذي يجد نفسه متورطا في بناء الدلالة الغائبة تصريحا الحاضرة بلاغيا. ومن المعاني المثيرة التراكم المختلف الذي رسمته لصورة الريح، باعتباره عنصر مشاركة في تشكيل الصورة العامة لعالم الشاعر. فالريح تخرب الجمال أحيانا وتنقل مشاعرنا أحيانا أخرى، وتؤخر لقاءنا بمن نحب أحيانا أخرى أيضا. إنها صورة متعددة الملامح تحضر بتأثيرها البليغ في مخيلة الشاعرة، لكنها تكثف دلالاتها الغامضة حين تحتمي بفوضى الأحاسيس التي تبثها الشاعرة في كل نص. جدلها ينثر ما تبقى في الخواء، هي الريح أصبحت تعشق كل أشياء. يحتوي هذا النص على فراغات عديدة ترفع صورة واحدة ومكثفة لما تلحقه الريح من ضرر عبر إتلاف الأشياء وتضييعها. فهل هذا هو المعنى المقصود؟ الحقيقة أن النص لا يصرح بالدلالة بقدر ما يبعث هذا الإحساس بعتاب الريح الذي جاء بصورة مؤذية، لكنه يفتح بين أسطر النص القليلة مساحات كثيرة للتأويل والإضافة، غير أنه في الوقت نفسه لا يتحمل تصرفا في الصورة المكتملة شعريا. إننا أمام رؤية خاصة للريح التي تتغير ملامحها بتغير سكنات النفس واضطراباتها، فهي التي تهرب بأشيائنا لكنها أيضا تبسط أجنحتها لتراقصنا، أو هي تحمل حنيننا إلى حيث تهرب الأحزان. تتغير وظائف الريح من مقام إلى آخر ومن عاطفة إلى أخرى، بل تصل الشاعرة أوج هذا الإبداع الشعري في تشخيص الريح تصويريا حين تشيد الشراع شراعا لأشواقها وتسلمها لبالها. يحضر المعجم الصوفي في ديوان فاطمة مرغيش عبر مفاهيم صوفية موغلة في الذاتية وفي العمق وفي صفاء الرؤية. نجد المكاشفة ونجد الوجدة ونجد الحقيقة ونجد اليقين ونجد الفناء ونجد الفيض.
وربما في نظري من خلال قراءتي لهذا الديوان ألاحظ أن مفهوم الصورة عند فاطمة مرغيش انبنى أو أمسكت به هذه المفاهيم واستدعت مفهوما طريفا للخيال أجده عند ابن عربي حين يعرف بأن الخيال أو الوهم أو التوهم ليس هو مرادفا للواقع.